اللي حصل في الفيروس الجديد اللي هو فيروس ووهان الصيني هذا، انه انتشر بسرعه. لو قارنا السرعه، هو دائما الفيروسات لها خاصيتين مهمه لازم نذكرها ويفهمونها المشاهدين. في حاجه اسمها قدره الفيروس على الانتقال السريع اللي هي الفتنس، اللي هي لياقه الفيروس. والخاصيه الثانيه قدره الفيروس على قتل المصاب اللي نسميها فيرولنس، كيف قوه الفيروس انه يؤثر في الانسان ويسبب له مرض. الفيروس الصيني ووهان لو قارناه بالفيروسات السابقة، فيروسنا اللي هو الميرس اللي هو المتلازمة الشرق الأوسط أو السارس اللي كان في 2003، هذا الفيروس اللياقة حقته عالية جدا، اللي انتقاله السريع، لأنه في خلال شهر وصلنا 20,000 تقريبا. السارس أخذ 6 شهور عشان يوصل 8,000 مصاب، فرق كبير. فهنا اللياقة حقة الفيروس هذا. هل فصل الشتاء له دور؟ أكيد طبعا، الشتاء تنشط الفيروسات سواء أي فيروس دائما تنشط الإنفلونزا. طيب الكورونا. سؤال أخير قبل الفاصل، الكورونا الجديد اللي صار فيه يمكن يتشافى ولا في أمان الله؟ لا يتشافى. لا نسبة الوفاة فيه 2 إلى 3%. طيب كويس، الله يطمنك عشان لا الناس لا لا تطمن. لا